نعم. فضيلة الشيخ، ما الذي يجوز للمرأة كشفه عند النساء من جسدها؟ يجب على المرأة أن تلبس اللباس الشرعي الذي يكون ساترا، وكان لباس النساء الصحابة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من الكف إلى الكعب في بيوتهن، فإذا خرجنا لبسنا ثيابا طويلة تزيد على أقدامهن بشبر، ورخص لهن النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذراع من أجل ستر أقدامه. هذا بالنسبة للمرأة المكتسلة. فإن رفعت اللباس فهي من الكاسيات العاريات. أما بالنسبة للمرأة الناظرة فإنه لا يجوز لها أن تنظر عورة المرأة، يعني لا يجوز أن تنظر ما بين السترة والركبة، مثل أن تكون المرأة تقضي حاجتها مثلا فلا يجوز للمرأة أن تنظر إليها لأنها تنظر إلى العورة. أما ما فوق السرة أو دون الركبة وكانت المرأة قد كشفت عنه لحاجة، إما أنها رفعت ثوبها عن ساقها لأنها تمر بطين مثلا، أو تريد أن تغسل الساق وعندها امرأة أخرى، فهذا لا بأس، أو أخرجت ثديها لترضع ولدها أمام النساء فإنه لا بأس. لكن كون نقول كما يفهم بعض النساء الجاهلات إن المعنى أن المرأة تلبس من الثياب ما يستر ما بين السرة والركبة، هذا غلط، غلط عظيم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله وعلى شريعة الله وعلى سلف هذه الأمة. من قال إن النساء لا تلبس إلا سروال يستر من السرة إلى الركبة؟ وهذا لباس من؟ هذا لباس المسلمات؟ لا يمكن هذا. فالمرأة يجب أن تلبس اللباس الظافر من الكف إلى كعب الرجل. أما المرأة الأخرى تنظر فلها أن تنظر العضد، لها أن تنظر على الصدر، لها أن تنظر الساق، لكن ليس لها أن تنظر ما بين السرة والركبة، فيما لو كشفت المرأة ثوبها فإن الأخرى لا تنظر ما بين السرة والركبة. نعم.